وكاميرا صباح الخير يا مصر نزلت الشارع وسألت الأمهات عن إشكالية تعلم اللغات الأجنبية على حساب اللغة العربية. تعالوا نشوف قالوا إيه لزميلتنا جرمين إبراهيم ونرجع نكمل كلامنا مع الدكتور. كلام كتير بيوجه للجيل الجديد انه ساب اللغه العربيه وراح للغات تانية، والنهارده في صباح الخير يا مصر حبينا ننزل ونسال الامهات عن رايهم في الكلام ده، وكمان بيعملوا ايه مع اولادهم علشان يحسنوا من لغتهم العربيه. تتكلمي مع اولادك بالعربي ولا بالانجليزي في البيت؟ يعني هو اكتر حاجه بالانجليزي عشان خاطر يعني هي لغه المستقبل وكده، فمهتمين بيها اكتر. اغلبيه الوقت انجليش. لا عربي طبعا، يعني الانجليش ده طبعا بيتعلموه، بس يعني مش هيبقى اسلوب حياتنا اللي هو بنتكلم بيه. بالانجليزي للاسف ما بيتكلموش عربي، يعني عربي دارج زينا كده، لكن كلغه عربيه فصحى لا. احنا مش كل حياتنا هتبقى بالانجليش كده، لا لازم برضو يتعودوا ان هم يتكلموا بالعربي، ده حياه طبيعيه يعني. دلوقتي الجيل الجديد اصلا معتمد ان هو نص كلامه بيبقى بالانجلش طبعا، بس احنا مش يعني انا مش حابه الموضوع ده الصراحه. بالعربي لا، وبدعم ان احنا نتكلم بالعربي، واي حوار اللي بيتكلم انجلش والمجال متاح لكده او محتاج كده اقول لاولادي يتكلموا معاه بالانجلش، لكن غير كده لا بالعربي. ده أساسي، دي لغتنا الأساسية. بتكلم مع أولادي بالعربي في البيت أكتر. كان في فترة بتكلم بالإنجليش، بعد كده لقيت إن أنا عايزة أنمي فيهم اللغة العربية أكتر علشان دي لغة بلدنا، ولغة اللغة العربية لازم نعتز بيها، فبقيت أتكلم عربي أكتر يعني. لا احنا بنتكلم على ولاد جزء بالعربي عشان ما ينسوش برضو لغتهم الام، وفي طبعا الجزء الانجليش ده عشان بعد كده الشغل والمدرسه يبقى معانا احسن لغه، بس طبعا لا العربي ما بيتنسيش ابدا. بنتكلم شويه عربي وشويه بالانجليش، مش كله يعني، في بعض حاجات بنقولها مثلا ادوات المطبخ لو الكراريس لو كتب او كده ممكن نقولها بالانجليش، بس في كلام عادي بيبقى بالعربي. بالعربي. ليه بالعربي؟ لغه القران ولغه اللي احنا متربين عليها. ولادك يعرفوا حاجة عن النحو والصرف أو قواعد اللغة العربية؟ في المدرسة لا مش قوي برضه، ما لسه عندي أولادي لسه صغيرين. لا لسه ما بدأوش الحاجات دي خالص. يعني ما وصلوش لسه للسن ده، بس أكيد لما يوصلوا له طبعًا هياخدوه، وهذاكره لهم جدًا كمان. القواعد النحو والصرف على قد المدرسة فقط لا غير. بيعرفوا ودرسوا النحو، بس هو بالنسبة لهم صعب شوية يعني، بس بنحاول نتمرن عليه كتير. هو بالنسبة لي النحو عامل زي قواعد، زي الماس قواعد ويحل يعني. انا حريصه ان انا اديلهم كل شويه حاجه بسيطه جدا عن النحو علشان هو يفهم ايه الكلام، ايه اللي بيقراه، علشان يقدر بقى يعني واحده واحده ادخل فيه حب اللغه العربيه يعني. لا الولاد بيبقوا كويسين جدا في العربي، كويسين في الصرف، كويسين في النحو، لان المدرسه الصراحه مهتميه جدا باللغه العربيه، ودي حاجه من ابريشيت فيها المدرسه جدا. لا قواعد اللغه العربيه مش عارفينها زي زمان، دلوقتي بقى الانجليش والجرامر بالفرنش والحاجات دي هم اهم حاجه عندهم، بيتكلموا بيها اكتر وعارفينها اكتر. بالنسبه لهم موضوع منهج بيدرسوه بيخلصوه خلاص خلصنا.